الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي من أهم الأدوات المالية لترقية هذه الفلاحة وتغطية الأخطار خاصة المناخية. ونعرف القطاع الفلاحي لازم له أداة وأدوات مالية للتنمية، ومن أهم هذه الأدوات التنمية التأمين الفلاحي يعتبر من أهم هذه الآليات. والصندوق بادر في هذه السنوات الأخيرة أولا في عصرنة التأمينات، وخاصة تأمينات جديدة لتغطي الكوارث الطبيعية في المنتوجات الفلاحية. أكثر من 70 صندوق جهوي و531 شبكة محلية، وخاصة في المناطق النائية والمناطق الصحراوية. ونعرف بلي هذه المناطق راهي تعرف ديناميكية قوية في القطاع الفلاحي، ولهذا الصندوق بادر بإنشاء صناديق جهوية لتقرب من هذه الولايات وتوفر خدمات جوارية للفلاحين وخاصة الفلاحين الصغار. التأمين بصفة عامة في القارة الإفريقية مازال ما عرفش قوة كبيرة، وخاصة في التأمين الفلاحية. ولو كان نشوفوا الأرقام نظن في القارة الإفريقية ما تزوج 2% من المجموع التأميني اللي في القارة الإفريقية. وكان قرونها في الجزائر، الجزائر راهي تتراوح بين 3 و3.5% من المجموع التأمينات في الجزائر. ولهذا التأمين الفلاحي عنده مستقبل، هذا المستقبل لازم له شروط اللي لازم نوفروها باش التأمين الفلاحي يقدر يلعب الدور تاعو كما ينبغي. من أهم هذه الشروط، أولا لازم يكون نموذج جديد ضد الكوارث الطبيعية اللي تمس القطاع الفلاحي. ثانيا لازم كل أطراف اللي تمشي في هذا القطاع الفلاحي عندها دور كبير في نشر ثقافة التأمين في هذا القطاع. نظن بلي المؤتمر اللي راح تصدره الجزائر راح يتكلم بهذا المنطق، ونشوفوا ما هم الخبرات اللي راهم موجودين في بعض البلدان الإفريقية. والجزائر تعتبر من أهم البلدان اللي عندها خبرة في التأمين الفلاحي، باش يكون فيها تبادل ويكون فيها عدة نقاشات باش نوسعوا هذه الوسائل ونكونوا كشركات التأمين في المرتبة اللي لازم نكونوا فيها. ولهذا ما درناش الدور تاعنا، ما لعبناش الدور تاعنا كما ينبغي باش نكونوا من أهم الموفرين هذه الآليات وهذه الحلول للقطاع الفلاحة. وهذا خاصة نعرفه لازم كل شركة عندهم دور تلعبوا في التأمين الفلاحي في الجزائر. وكان عندي على سبيل المثال ما مش كل شركة تأمين اللي راهي توفر هذه المنتوجات في التأمينات الفلاحية، ولهذا نظن من الضروري بين كل شركة تأمين تنشط في هذا المجال الفلاحي، ويكون تاني كما يقول قوانين اللي يخليوا الشركات تروح في هذا الإطار بأريحية. نظن بلي التأمين الفلاحي عنده خصوصيات، وبهذه الخصوصيات نتعاملوا بصفة رسمية، ولازم له أولويات كما تعلمت عليها، خاصة تبادل المعلومات. التأمين لازم له معلومات دقيقة باش غدوة يقدر يمد منتوجات كما ينبغي، وأسعار مقبولة للفلاحي اللي يقدر يشري منتوج فلاحي، وكاين رغبة عند الفلاحين باشتراء هذا المنتوج التأميني الفلاحي خاصة ضد الجفاف ولا كوارث أخرى. ولهذا نظن أول حاجة بين البلدان الإفريقية هو تبادل المعلومات، خاصة المعلومات الدقيقة
اللي مرتبطة بالكوارث الطبيعية، خاصة الجفاف ولا كوارث أخرى.